السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفات طبيعية ومجربة بايلونة. اليوم جيت وجبت معايا وصفة جديدة، واحد الوصفة البنات اللي غادي تعجبكم بزاف، وصفة خطيرة خطيرة البنات. هاد الوصفة كتخص تساقط الشعر. بالنسبة اللي كتعاني من المشكل ديال تساقط الشعر، انا اليوم جبت لكم الحل. وكما كتعرفوا البنات، كل شيء كيعاني من المشكل ديال تساقط الشعر، وكل شيء كيقلب على الحل. واليوم جبت لكم واحد الوصفه خطيره خطيره البنات، اللي غتهنيكم من هذا المشكل ديال تساقط الشعر في فتره قصيره. كما قلت لكم البنات، هذا هو البخاخ اللي غادي نستعملوه للشعر ديالنا. والمكون الرئيسي ديال هذه الوصفه هو النعناع. كما كتشوفوا معايا، النعناع هذا المكون راه موجود في كل دار، ما كيخطأ حتى شي دار البنات. اي وحده بغات تستعمل هذه الوصفه غادي تستعمل النعناع. النعناع راه موجود، كنعمروا به اتاي، راه موجود في كل دار. وصفه سهله وفعاله البنات. هذا النعناع راه غادي يمنع لكم التساقط ديال الشعر، غادي يطول لكم الشعر ديالكم، غادي يغذي لكم الجذور ديال الشعر، وغادي يحفز لكم النمو ديال بصيلات الشعر، وغادي يسرع لكم في النمو، وغادي يقلل لكم من القشره، وغادي يخلصكم من الحكه، وغادي يقوي لكم الدوره الدمويه اللي في الفروه ديال الراس. يعني هذا النعناع راه عنده فوائد كثيره البنات، صدقوني يا البنات، هذا النعناع راه غادي يقوي لكم الشعر، وغادي يمنع لكم التساقط ديال الشعر نهائيا نهائيا البنات. ما غاديش يبقى عندكم التساقط ديال الشعر. كما كتشوفوا معايا، مكون واحد فقط، الا وهو النعناع. على بركه الله، باش ما نطولش لكم لا فيديو، غندخلوا مباشره لطريقه الاستعمال. ها انتم البنات، غادي ناخذوا النعناع وغادي نغسلوه مزيان البنات. غادي نغسلوا النعناع مزيان، وغادي ناخذوا شي قريعه ديال الزاج على هذا الشكل هذا، وغادي نحيدوا هاد الوريدات ديال النعناع. كما كتشوفوا معايا، غادي نقطعوا هاد الوريدات ديال النعناع وغنوضعوهم في هذا الاناء ديال الزاج. هاد البخاخه البنات ديال النعناع راه فعال الصراحه، راه كيقوي الشعر. غنبقاو على هاد الطريقه هادي، غناخذوا هاد الوريقات ديال النعناع وغادي نوضعهم في هذا الاناء ديال الزاج كما كتشوفوا معايا. وصفه سهله والاهم انها فعاله. كلشي كيعاني من التساقط ديال الشعر، كلشي كيعاني من التساقط ديال الشعر. واليوم جبت لكم وصفه سهله، ما غاديش تطلب لكم الوقت بزاف. كما كتشوفوا معايا، غير الوراق ديال النعناع على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا البنات. وغادي نوضعوا عليه الماء طايب يكون مغلي، غادي نوضعوه في هذه القريعه هذه على هذا الشكل هذا. ها انتم البنات، هذه القريعه هذه انا وضعت فيها الورق ديال النعناع والماء مغلي وخليته بات ليله كامله. ضروري يا البنات، هذا المغلى ديال النعناع ضروري يبات ليله كامله كما كتشوفوا معايا. ومن بعد البنات غادي نحتاجوا، وغادي ناخذوا واحد البخاخ كما كتشوفوا معايا، وغادي نخويو فيه هاد المنقوع ديال النعناع. هانتوما البنات، هانتوما البنات كما كتشوفوا معايا، شفتوا اللون ديالو كيفاش داير؟ اللون ديالو اصفر
والريحه ديالو راه غزاله، راكم كتعرفوا الريحه ديال النعناع كيفاش دايره. المهم الناس دابا غادي نمشي معكم ونوريكم الطريقه ديال الاستعمال. طريقه الاستعمال البنات، غادي تشدوا الشعر ديالكم، غادي تفلقوه مزيان، وغادي ترشوا عليه هذا البخاخ هذا كما كتشوفوا معايا. غادي ترشوا هذا البخاخ على الفروه ديال الراس ديالكم حتى الاطراف، وغتبقاو ترشوا ترشوا مزيان، وغتبقاو تدلكوا في الشعر ديالكم مده جوج دقائق حتى لثلاثه، وتبقاو تدلكوا في الفروه ديال الشعر ديالكم بشكل دائري على هذا الشكل هذا. المهم غادي ترشوا الشعر ديالكم كامل، وغادي تغطيوه بواحد البوني، وغادي تخليوه يبات في الشعر ديالكم. هاد البخاخ غادي تستعملوه 3 ايام في الاسبوع عاد باش تغسلوه البنات. غتستعملوه النهار الاول وتخليوه يبات، ونهار الثاني عاوتاني غتستعملوا هاد البخاخ، ونهار الثالث غتغسلوا الشعر ديالكم، غتكرروا نفس العمليه البنات كما وريتكم. المهم البنات، هاد البخاخ كما قلت لكم راه فعال، راه غادي يقوي لكم الشعر غير بمكون واحد فقط اللي هو النعناع. وصفه سهله سهله البنات، سهله ما غاديش تعكزوا عليها البنات. ايوا البنات، فاش كتسناو نوضوا 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 دابا، نوضوا صايبوا هاد النعناع وخويو عليه الماء طايب، ورشوا على الشعر ديالكم مده 3 ايام، وتغسلوا الشعر ديالكم وتكرروا نفس العمليه في مده قصيره. غادي ينبت لكم الشعر ديالكم البنات، غادي ينبت لكم الشعر، ما غاديش يبقى عندكم التساقط نهائيا، ما غاديش تبقى لكم القشره في الشعر ديالكم، الحكه حتى هي ما غتبقاش في الشعر. المهم البنات، الشعر ديالكم غادي يولي كثيف وغادي يولي قوي، وما غاديش يبقى يطيح، ما غيبقاش عندكم مشكل ديال التساقط الشعر نهائيا البنات بهذا البخاخ ديال النعناع كما كتشوفوا معايا. وصفه مجربه وفعاله. ايوا البنات، كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش البنات في الاخر ديال الفيديو ما تنساونيش بواحد اللايك، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل ديالكم باش كلشي يستافد البنات. ودابا ما بقى ليا الا نودعكم ونقول لكم السلام عليكم، حتى نتلاقاو في وصفه جديده، والى اللقاء.